لمناقشة الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ الدكتور جاسم الشمري. أهلا بكم دكتور جاسم وكل عام وأنتم بخير. بداية، الكاظمي حدد 6 حزيران عام 2021 موعدا لانتخابات مبكرة، كيف تنظر إلى ذلك؟ نعم، شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير وكل عام وكل العراقيين والمسلمين في العالم بخير. حقيقة اليوم التعديل الذي أو الموعد الذي ذكره رئيس حكومة بغداد مصطفى الكاظمي هو موعد مقترح من قبل الأمم المتحدة، ذلك لأن مقترح الكاظمي كان بداية 20 الأول عام 21، لكن يبدو أن اللقاء الأخير الذي حصل مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق ربما تم الاتفاق خلاله على أن يكون موعد هو الموعد المقترح من قبل الأمم المتحدة. وعليه حينما نقرأ الساحة العراقية أعتقد أن الطريق يعني مظلم وأن هنالك الكثير من المطبات يمكن تحديدها ب7 مطبات أمام حكومة الكاظمي عليها أن تذلل هذه الصعوبات. أنا أظن أن الصعوبة الأولى هي تعديل قانون الانتخابات، وهنالك اليوم لغط على المادة 15 من قانون الانتخابات ما بين الدائرة المغلقة أو الدوائر المتعددة. هنالك كلام أن دولة القانون والكرد يريدون الدائرة المغلقة وبقية الكتل وهم يمثلون نصف البرلمان، وبقية الكتل تريد الدائرة المفتوحة، وبالتالي هذه قضية يعني يجب أن تحسم وأن يسعى الكاظمي لتذليلها داخل قبة البرلمان، ولا أعتقد أنه يمتلك القوة الكافية داخل قبة البرلمان من أجل تذليل هذه العقبة المهمة. العقبة الثانية الميليشيات، تعلم أن الميليشيات اليوم هي الحاكم الفعلي في الملف الأمني في العراق، وعليه هل يتمكن الكاظمي من لجم الميليشيات وسحب السلاح من يدها بعد أن لاحظنا أنه في الانتخابات الماضية حصل في ديالة وغيرها أن الميليشيات كانت تهدد الناخبين بضرورة انتخاب القائمة الفلانية التابعة لهذه الميليشيا أو تلك، وبالتالي هذا سيشكك من نزاهة الانتخابات. أيضا قضية المظاهرات، هل سيتمكن الكاظمي من إقناع الجماهير بهذا الموعد البعيد شيئا ما للانتخابات المبكرة، وهل سيحاول تحقيق بعض ما وعدهم به من تقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكم وكشف هوياتهم؟ هذه أمور خطرة، وبالتالي هذه ستدفع ربما هذه القوى إلى تصفية الكاظمي إما سياسيا أو جسديا. القضية الرابعة هي قضية المناحرات السياسية بين الكتل. اليوم هنالك تناحر بالذات مع يعني وجود المظاهرات التي أماطت اللثام عن كثير من الخلل في العملية السياسية، وهذه المناحرات هي أيضا عقبة كبيرة أمام الكاظمي. أيضا قضية تسييس القضاء، ونعلم أن الكثير من السياسيين وبالذات السنة قد دفعوا ضريبة يعني الموقف، وغالبيتهم اليوم إما مهاجر أو معتقل، أو ربما الذين ارتضوا السكوت والاكتماء في أحضان هذا الطرف الشيعي أو ذاك، وبالتالي هذه القضية مهمة جدا. أيضا قضية المال السياسي، نحن يتحدث الكاظمي عن انتخابات نزيهة، وتعلم أنه مع قرب الانتخابات سنرى الكم الهائل من الرأفة والرحمة غير بريئة بالمواطنين من أجل جذب أصواتهم إلى صناديق الاقتراع. أنا أعتقد القضية الأهم في الموضوع هو موضوع القوى السياسية المعارضة لعملية سياسية خارج العراق. ما الذي سيفعله الكاظمي لهذه القوة؟ هل سيبقى الكاظمي وكما فعل الذين سبقوه بتجاهل هذه القوة وهم يمثلون نسبة ليست؟ دكتور جاسم، إذا سمحت لي، الانتخابات يعني هل تكون طوق النجاة للعراق؟ يعني ما ضمانات أن لا تكون هذه الانتخابات مزورة كما جرى في كل الانتخابات السابقة منذ العام 2003؟
سيدي الكريم، أنا ذكرت العقبات هذه السبعة، هذه العقبات هي عقبات تؤثر على مصداقية الانتخابات، وبالتالي أنا أتحدث عن قضية نزاهة الانتخابات لكن بلغة ثانية. نعم. يعني هل يتمكن الكاظمي من تمييع هذه العقبات؟ إن لم يتمكن وهذا هو الراجع، فإن الانتخابات لن تكون نزيهة، وربما ستبقى هذه الكتل حاكمة في العراق جاثمة على صدور العراقيين لأربع سنوات أخرى. القضية قضية معقدة، والكاظمي كما تعلم جنابك لا يمتلك كتلة برلمانية داخل البرلمان العراقي، وهذه القضية هي نقطة ضعف الكاظمي. يعني لو فرضنا أنه لو كان سين أو صاد من الذين يملكون كتلا سياسية، لو فرضنا نوري مالكي أو هادي عامري، على الرغم من ملاحظاتنا عليهم، أنا أتكلم بجانب موضوعي، أنا أتكلم أن هؤلاء يمتلكون مقاعد داعمة لهم داخل البرلمان، أما الكاظمي فلا يمتلك أي دعم حقيقي داخل البرلمان العراقي، وهذه نقطة ضعف كبيرة على الرغم من أن الكاظمي غير مستقل. وبالتالي أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة لن تكون سهلة ولن تكون نزيهة إلا بحالة واحدة، وهي تخليص العراق من السلاح المتفلت والميليشيات، وتقديم قتلة المتظاهرين إلى محاكم عراقية عادلة، وكذلك إنهاء قضية التدخل في الانتخابات وإشراف دولي يعني حقيقي على الانتخابات، وإشراك القوى المعارضة لعملية سياسية على أن لا يشترك في هذه الانتخابات أي قاتل أو مجرم أو سارق للمال العراقي. حينها يمكن أن نضع العراق على السكة الصحيحة، أما أن تبقى ذات الوجوه ونريد أن نبني العراق، فأعتقد أننا لا نذهب إلى اقتلاع السرطان من جذوره، هنا يعني نذهب إلى عملية غير جذرية لتغيير الواقع العراقي. من يريد أن يغير العراق الواقع العراقي عليه أن ينهي حالة اللا دولة، عليه أن يبني الدولة، وبناء الدولة تكون عبر المؤسسات، المؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات هذه لا يمكن معها أن نبني دولة، وبالتالي القضية معقدة. وأعتقد وأنا أظن أن هذا الأمر فيه احتمال أكثر من 50% أن هذه القوة، ومن ضمنها ما ذكرتموه في تقريركم، القوة التي تتهم الكاظمي بالتنسيق مع الولايات المتحدة في اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس، أعتقد أن هذه القوة ربما ستسعى إلى تصفية الكاظمي جسديا، وفي أضعف الإيمان تصفيته سياسيا، وهذا هو الراجح. وبالتالي لا أظن أن الكاظمي هو طوق النجاة لهؤلاء، وربما هم تورطوا وجاءوا به إلى هذا المنصب، وعليه أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة غير واضحة وبحاجة إلى مزيد. دكتور جاسم، برأيك هل يؤتمن البرلمان الحالي الذي يطالب الشارع العراقي بإزالته على تشريع قانون جديد الانتخابات؟ أنا أعتقد أنه لا يؤتمن، وهذه نحن أمام أستاذي كريم، نحن أمام حالة مرضية. هذه الحالة المرضية نحاول أن نتكلم بالمنطق، أما أننا نتكلم عن واقع، الواقع مرير، لا يمكن أن نتصور من هؤلاء أن يكونوا هم قارب النجاة للعراق، لكن أنا أتكلم بموضوعية وفق الحلول الجذرية، ولا أتكلم عن واقع الحال. أما واقع الحال فتعلم أن العراق اليوم مختطف من قبل قوة سياسية ميليشياوية، القوة الحاكمة اليوم داخل البرلمان العراقي، أكثر من نصف البرلمان العراقي هو تابع للميليشيات، لكنهم اليوم جلسوا داخل قبة البرلمان على اعتبار أنهم من السياسيين، وهذا الأمر معلوم لكل متابع بسيط للشأن العراقي. وعليه أعتقد أن القضية هنالك خلل في جوهر العملية السياسية، لكن كلامي كان عن الحالة النموذجية، ولا أعتقد أن هذا الأمر ممكن في ظل الواقع العراقي المرير موجود اليوم. وبالتالي أنا أظن، وكما ذكرت مرارا في أكثر من لقاء، أن الولايات المتحدة التي أدخلت العراق في هذا النفق المظلم عليها أن تسعى لإخراج العراق من هذا النفق، يعني إزالة من أتت بهم ليس عبر الاحتلال، وإنما عبر دعم شخصيات
لعمل مرحلة انتقالية في العراق ربما ما بين 6 أشهر إلى سنة. هذه المرحلة الانتقالية هي التي يمكن أن تقود إلى الكلام الذي تفضلت عنه بأننا نأتي ببرلمان حقيقي وطني عراقي بعيدا عن القتلة والمجرمين. نشكرك شكرا جزيلا. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري.